الناخبون الإيرلنديون يدون الخميس بأصواتهم في استفتاء حول الاتفاقية الأوروبية لضبط الموازنة، يرجح أن ينتهي بالموافقة عليها ولكن على مضض، إذ أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن ثلث الناخبين لم يحسموا خيارهم قبل الاقتراع. إيرلندا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تجري استفتاء بشأن التصديق على هذه المعاهدة، وفي حال رفض الإيرلنديون الاتفاقية فإن ذلك لا يهدد تطبيقها الذي يدخل حيز التنفيذ فور مصادقة 12 دولة في منطقة اليورو عليها. لكن التصويت بالرفض سيمنع إيرلندا من الحصول على تمويل إضافي من الاتحاد الأوروبي في حالة الطوارئ بعد انتهاء حزمة الإنقاذ الخاصة بها عام 2013. وتهدف المعاهدة التي اعتمدها قادة الاتحاد الأوروبي باستثناء بريطانيا والجمهورية التشيكية إلى تعزيز الانضباط المالي المشترك، وذلك إثر أزمة ديون منطقة اليورو، كما تنص على احترام قواعد ذهبية حول توازن المالية.